الصناديق مليانه اهي. انا ممكن اسال حضرتك سؤال في الكاميرا؟ قول لي سياده المستشار، ايه راي حضرتك النهارده في العمليه الانتخابيه؟ والله الاقبال الى حد ما متوسط، مش ضعيف ومش شديد لحد دلوقتي. يعني الساعه داخله على الساعه 4 تقريبا، يعني نسبه اقبال في حدود 10-15% لحد دلوقتي. يعني لغايه الساعه 4 العصر حضرتك شايف نسبه الاقبال 10-15%؟ ما تتراوح بين 10 و 15.